تعالوا بقى نتكلم شويه عن بطلتنا المصريه سمر حمزه اللي تاهلت الى الدور نصف النهائي من بطوله العالم للمصارعه اللي طبعا بتستضيفها النرويج خلال الفتره من 2 الى 10 من اكتوبر الجاري. صعدت سمر الى المربع الذهبي بعدما تفوقت على اليابانيه ياسوها ماتسيوكي بنتيجه 4-2 في دور الثمانيه ضمن منافسات وزن 76 كيلو جرام. سمر ابتدت مشوارها في بطولة العالم بالفوز على منافستها الكازاخستانية بنتيجة 3-2 في منافسات دور ال 16، ومن المقرر أن تواجه سمر حمزة في الدور نصف النهائي المصنفة الثانية عالميا الأمريكية أدلين جراي. وكانت سمر طبعا يعني ودعت للأسف منافسات طوكيو في أولى مبارياتها لما اصطدمت في أولى المباريات ضمن وزن 76 كيلو باللاعبة الروسية ناتاليا اللي طبعا صاحبة ذهبية لندن في 2012 وفضية ريو دي جانيرو في 2016. وطبعا أكيد بنتمنى لسمر حمزة يعني كل التوفيق في كل ما هو قادم إن شاء الله.